هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، واتكلمنا في بدايه الحلقه على زياره طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوله فرنسا. وطبعا زملائنا المختلفين على مدار ايام الزياره كانوا باول باول بيقولوا طبعا كل الاخبار والاحداث والاجتماعات لسياده الرئيس كلها بتؤكد على مكانه مصر وعلى قيمه وقامه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عامه. يمكن دايما كنت بقول دايما بتشرف بجولات كتير مع سياده الرئيس وبشوف مكانه سياده الرئيس عند معظم رؤساء وملوك الدول المختلفة. يعني سافرت مع سيادة الرئيس أكثر من 40 دولة. زيارة مهمة جدا، توقيتها مهم جدا، ويمكن كان سيادة الرئيس كمان عنده لقاء مهم جدا، لقاء صحفي مع صحيفة لوفي جارو، واتكلم فيها في نقاط مهمة جدا. خلينا نفهم أكثر ونقرأ الأحداث أكثر وأبعاد الزيارة السياسية والاقتصادية من أستاذنا الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. يا سيادة النائب مساء الفل. مساء الخير يا احمد بك، اهلا بيك وبكل الساده المستمعين. ببارك لك على الهواء عشان متاخره شويه تعيينك طبعا في مجلس الشيوخ. احنا محتاجين قيمه زي حضرتك تبقى موجوده، وفكر كمان يكون موجود في مجلس الشيوخ، ومتوقعين منك الكثير ان شاء الله الفتره اللي جايه. اولا اشكرك شكرا جزيلا، وفرصه كمان اكرر شكري للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على شرف اختياري في هذا المجلس الذي اتمنى ان هو يكون خطوه جيده يا رب في ان الواحد يقدر يساهم مع بقيه الناس المحترمين في هذا العمل المهم ان شاء الله باذن الله. هبدا مع حضرتك الزياره يمكن من اخرها والحوار الصحفي اللي اجراه سياده الرئيس، اتكلم في نقاط مهمه جدا سواء في قواتنا المسلحه وازاي مستعده للدفاع عن امنها في اي وقت، سواء بكيفيه معاقبه الدول المموله للارهاب، نقاط مهمه جدا توقفت عندها. حضرتك توقفت عند ايه في الحوار؟ للامانه الحوار كله في غايه الاهميه. صحيح. لانه توقيت حاسم وفيه قضايا وتحديات كثيره جدا لا تواجه مصر فقط ولكن بتواجه المنطقه، وربما يعني من الصدف المهمه انه نفس التحديات التي تواجه مصر فيما يتعلق بالارهاب، بالملف الليبي، بالملف شرق المتوسط، هي نفس التحديات تقريبا اللي بتواجه فرنسا وعديد من الدول الاسلاميه. ولذلك هذه الزياره بنشوف تقريبا الفئة المصرية والفلسطينية شبه متطابقة، ربما عندنا اختلاف كان واحد إلى حد ما في خلاف جزئي وهو متعلق بالرسوم المصرية، والرئيس قال رأيه بوضوح في هذا الأمر منذ الاحتفال بالمولد النبوي. صحيح. عند ودي نقطة في غاية الأهمية، إنه إزاي زي ما احنا بنحترم حرية الرأي عند الغرب والتعبير هم يحترموا أيضا حرية المقدسات والرموز الدينية، لكن باستثناء هذا الملف هناك شبه تطابق في الملفات الكثيرة. إجابات السيد الرئيس النهاردة قال نحن لن نكون سندافع عن أراضينا، نرفض حكومات الميليشيات، نرفض تهديد حدود مصر في ليبيا، لا نرفض الابتزاز في الشرق المتوسط، لكن لن تكون مصر الطرف البادئ بأي عنوان. صحيح. المحاور حاول أن يعني يحصل على إجابات يعني زي ما بنقول إجابات صحفية تصلح عناوين، لكن الرئيس كان واضح، موقف واضح وقوي، في نفس الوقت أن مصر تمد يدها بالسلام في كل وقت، هي تتحرك دفاعا عن مصالحها عن أمنها القومي، وفي هذه النقطة كان واضحا. وأيضا تحدث عن فكرة حرية التعبير والرسوم الموسيقية، أنه لابد أن يبقى فيه موازنة أو توازن ما بين الاثنين، بين حرية الرأي في المجتمعات الغربية وحرية الرموز، احترام الرموز الدينية بالنسبة للمصريين والعرب والمسلمين. ودي نقطة كانت أنا أظن كانت واضحة بشدة في الحوار الصحفي. طبعا أيضا اتكلم على القضية الفلسطينية وكرر موقف مصر من القضية الفلسطينية وضرورة العودة للقانون القرارات الأساسية اللي عملتها الأمم المتحدة والمجلس الأمن، وظني ان هذا الامر يعني مهم خصوصا في هذا التوقيت ايضا، لانه عدد كبير جدا من الـ 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 يعني المتغيرات اللي احنا بنشوفها في المنطقه تكاد تنسي الناس القواعد الاساسيه لهذا الصراع، وانها بتحاول تقفز على القواعد هذه القواعد. وان كان التناسي ده متعمد، ولكن سياده الرئيس ما بينساش القضيه دايما وبيتكلم فيها، وبالذات كمان النزاع في حدته دلوقتي. بالضبط، احنا انا اظن انه هذا الحوار هي رساله جيده للمجتمع، مش بس المجتمع الفرنسي، المجتمع الاوروبي، لانه احيانا بعض المنظمات او التنظيمات او وسائل الاعلام بتركز، يعني بيبقى في علاقات الملفات المصريه الفرنسيه الاساسيه ممكن تقول مثلا نفترض ان هم 7 أو 8 ملفات،
تمام. ربما تبقى نمرة 6 أو 5 ملف حقوق الإنسان، بس ممكن بعض الناس يجي يركز فقط على جزئية معينة ضمن هذا الملف ويقفز ويتجاهل ويتجاوز كل الملفات الأساسية. وأنا أظن أنه يمكن وده بان في المؤتمر الصحفي من أسئلتهم، بان في المؤتمر الصحفي، وبان كمان المهم مش بس دفاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه دفاع طبيعي. هي النقطة أنه الرئيس الفرنسي نفسه قال بوضوح أن هذا الملف وغير الملفات لن يؤثر على العلاقات بين البلدين وعلى التحديات اللي هي شايفها، خصوصا في النقطة لما حدث ماكرون على الأسلحة والعلاقات الاقتصادية والعلاقات العسكرية، قال احنا مش هنحط فيتو او نخلي ملف من الملفات يعرقد بقية هذه الملفات الأساسية، او الملفات الأساسية اللي للنصر وفرنسا، محاربة الإرهاب، استقرار منطقة البحر الشرق المتوسط، واستقرار ليبيا، إضافة بالطبع إلى القرن الساحل والصحراء، التحدي الإرهابي الجديد. يعني الإرهاب مش بس في سوريا أو العراق أو سيناء أو بعض المناطق، لا، منطقة الساحل والصحراء هناك خطورة كبيرة جدا، بوكو حرام وبعض الدواعش الموجودين في هذا المنطقة. يمكن سيادة الرئيس كمان اتكلم ان نظرة فرنسا نفسها تجاه الجماعات الارهابية او ما تسمى بالاخوان المسلمين ووضعهم على قوائم الارهاب، نظرة فرنسا نفسها اتغيرت لده، يمكن بعد ما ذاقوا طعم الارهاب في دولة فرنسا، فتتحدث سيادة الرئيس فيها دي النهاردة. بالضبط. طبعا من المشاكل الكبيرة انا اظن على الاوروبيين ان هم ياخدوا بالهم هذه النقطة مستقبلا، لان مصر انا اتصور من التسعينات ربما من ايام انفجار المسائل فرنسا، وكانت دايما بتقول للغرب يا اخوانا خدوا بالكم اللي انتم بتعملوه ده هينقلب عليكم هنا اجلا او عاجلا. صحيح. في هذا الوقت كانت عواصم اوروبية كتير للاسف الشديد تفتح اراضيها وابوابها وفنادقها واعلانها لجماعات ارهابية وارهابيين، ما كانتش مؤسساتها كمان. بالضبط. للأسف الشديد بعضهم ما يزال يمارس نشاطه من عواصم أوروبية كبرى. بدأت بعض الدول تكتوي بنيران هذا الإرهاب، وبدأت فرنسا تحديدا، لا أكيد حضرتك واخد بالك إن هم بدأوا خلال أيام بيقولوا إن احنا نناقش قانون ما يسمى كده بين مزدوجين، صحيح، مكافحة الانفصالية الإسلامية. وتم حل عديد من الجمعيات والمنظمات، بعضها جماعات تتبع جماعة الإخوان وبعضها الذئاب الرمادية التركي وعديد من المنظمات الأخرى، ما كانوش مدركين مدى التداخل وان هو باب دوار بين غالبية هذه المنظمات، بعضها يتحدث عن عمل الخير والاعتدال، لكنه لديه صلات صعبة وقوية وعميقة مع منظمات إرهابية ثبت او تبين للغرب، نحن نعرف ذلك منذ زمن، لكن الغرب بدأ يكتشف هذه التداخلات، وربما بدأوا ياخدوا بالهم انه ما كانت يعني تنصح به مصر وبعض الدول العربية كثيرا بدأوا يكتشفوه دلوقت، وربما يكون ده ليه أثر، أو أظن أنه سيكون له أثر في الفترة المقبلة، أن الغرب سيبدأ في الاحتراس من هذه التنظيمات. ولكن أيضا للأسف الشديد ظني أن بعض الدول سوف تستمر في استخدام بعض هذه الجماعات كوسيلة لي استزاز المنطقة. بتقصد الدول اللي لسه لم تكتشف الوجوه الصحيحة للجماعات الإرهابية، ولا الدول الممولة اللي أشار لها سيادة الرئيس النهاردة؟ لا، الممولة تعرف تماما أنها ترتكب عمل إرهابي بهذا الدعم، لكن هناك دول يعني معروف مين اللي بيمول ومين اللي بيفتح بلدانه كمنصات واضحة للإرهاب، لكن الدول، بعض الدول الأوروبية لا أفهم حتى هذه اللحظة أنها مفترض تكون قد وصلت إلى قناعة واضحة لا لبس فيها بخطورة هذه الجماعات. إن لم يكن اليوم عليها، هي تعتقد أنها يعني بتستعملها كأدوات دبلوماسية مع دول المنطقة، لكن في لحظة معينة يعني زي ما بيقولوا بينقلب السحر إلى السحر، يعني صعب أنك تربي وحش، وفي لحظة معينة سوف يخرج ويلتهمك إن لم يكن اليوم فغدا. ملف مهم جدا اتكلم فيه كمان سيادة الرئيس النهارده، هو ملء سد النهضه، وقال انه ملء السد بشكل احادي بيخالف القانون الدولي. اعتقد هنا رساله للعالم كله وللمجتمع العالمي كله بان هو يضع قدام مسؤولياته بقى، مش هينفع يحصل ده. نعم، في هذا الحوار الرئيس تحدث عن الثوابت المصريه وقال بوضوح نحن لا نعارض بناء السد من اجل التنميه ومن اجل الكهرباء لاثيوبيا، لكن شرط الا يكون على حساب المصالح المصريه وعلى حساب حقنا في الحياه. الفرنسا انا اظن انه كان في جزء في المؤتمر الصحفي مع ايمانويل ماكرون تاكيد على هذه النقطه. المواقف الغربيه معظمها مواقف جيده ومتفهمه للشواغل والقلق المصري، لكن المشكله ايضا للاسف الشديد، لا يعني ربما باستثناء يعني نختلف او نتفق مع ترامب كما نشاء، لكن ربما كان الزعيم الغربي الوحيد الذي كان له موقف واضح من هذا الامر وموقف متقدم تماما
بقيه الدول الاوروبيه تؤثر السلامه تتحدث بكلمات دبلوماسيه منمقه لكنها لا تتحرك، وبعضهم يدعم اثيوبيا بوضوح في استثمارات في تمويل في اشياء كثيره جدا، وبالتالي على هذه البلدان ان تصل ايضا الى قناعه ان استمرار هذه المشكله قد يتسبب في قلق وعدم استقرار في منطقه القرن الافريقي، والغرب سيدفع الثمن نازلا او عاجلا. صحيح. وبالتالي انطلاقا من ده لابد ان يبقى في تحرك ضاغط من البلدان الغربيه على ابي احمد وحكومته انه اقنعهم انه ان القضيه مش قضيه تحدي، ولن تستطيع مصر ان تتقبل هذا الامر حتى النهايه. توقفت عند لقاء مهم جدا النهارده لسياده الرئيس مع سكرتير عام منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه واشاده السكرتير العام للاقتصاد في مصر، ويمكن سياده الرئيس دايما بيؤكد في اي محفل دولي ان ما كانش الاقتصاد ده هيوصل بالصوره انتم شايفينها الا بوجود شعب مصر العظيم، واكد على ده، ولكن الاشاده تمت في قطاعات مختلفه، الناس شايفينها قوي يا استاذ عماد، يعني عارفين احنا بنعمل ايه وتقدمنا الاقتصادي واضح بالنسبه له. ما هو استاذ احمد بالنسبه للمسؤولين الغربيين لما بيبص على الاقتصاد المصري بيبص على صوره عامه مش على مصر فقط، لكن بيبص على مؤشرات اقتصاديه كليه، شايف ان برنامج الاصلاح الاقتصادي مع مصر كان له يعني اثار صعبه جدا على المواطنين، لكنه انقذ مصر بالفعل من يعني تداعيات خطيره جدا. لما جت كورونا والمعدل الاقتصاد معدل النمو الاقتصادي في غالبيه البلدان كان سالبا باستثناءات قليله جدا جدا، مصر ربما هي ودوله ثانيه في المنطقه كان المعدل النمو ايجابي، نحن نعم كنا نحلم ب 6% لكن نزل اظن حوالي 3.5، لكن 3.5 افضل كثيرا من ان هو يبقى نمو سالب. صحيح. هذه المنظمات تدرك ده، يعني مش بس الصندوق النقدي والبنك الدولي، حضرتك بتتابع وبتشوف انه مؤسسات التقييم زي فيتش او مودز او ستاندرد اند بور طول الوقت يعني بتصدر تقارير ان اولا بتثبت تصنيف مصر في معدلات ثابته، يعني معظم الاقتصادات احنا بي بلس دلوقتي كمان بالضبط، وبالتالي مسلم هذه الشهادات اللي بيقول لك هي مهمه بالنسبه لي ليه؟ لا هي دي في غايه الاهميه، لانه المستثمر الكبير او صندوق استثمار كبير اللي هيجي يستثمر في البورصه او في ما يسمى بالهوت ماني او هيجي يعمل حتى مشروع طويل الامد استثمار مباشر هياخد هذه التحضيرات في الحسبان. لما الناس دي تتكلم وبتقول والله الاقتصاد ده مستقر الناس دي هتيجي، والعكس صحيح. احنا شفنا لما حصل قلق بالنسبه للاقتصاد التركي العمله بتاعته خسرت 40% في اقل من سنه، في حين ان الجنيه المصري تقريبا كسب 20 او 30% في المقابل من قيمته قدام الدولار. هذه التقارير في غايه الاهميه وعلينا ان نتعامل معها بما تستحقه من جديه. انا هطيل على حضرتك معلش بس عشان النهارده برضه في حدث مهم جدا بيحصل داخل مصر بقى، ما انا عمال اربط اللي بيعمله سياده الرئيس بره وازاي بيهيئ المناخ الاستثماري النهارده بلقاءات كتير كمان مع شركات في فرنسا بمؤتمر مكافحه الفساد اللي بيتم دلوقتي وممكن بيحضره معالي رئيس مجلس الوزراء. هنا بتؤكد كمان انت مش بس بتطور نفسك وبتعمل بنيه تحتيه استثماريه، لا ده انت كمان بتكافح الفساد في اليوم العالمي للفساد. تمام. يعني في قاعده طبيعيه مهما بذلت من جهد وعملت جهود كثيره جدا وانجازات اقتصاديه ثم وجد الفساد فسوف يلتهم كل اثار هذه التنميه، وبالتالي لن يشعر الناس بالعائد او اثار هذا النمو والتقدم. وبالتالي انا اظن وكل الناس ما فيش خلاف على انه بدون مكافحه فساد مستمره لن يكون هناك احساس للمواطنين بهذه الاثار التنمويه والمشروعات الكبيره اللي بتتعمل، وبالتالي حتى لما الناس تبذل جهد وتتحمل تداعيات اقتصاديه بسبب التعويم او ارتفاع اسعار احيانا حينما تجد ان هناك مقاومه حقيقيه للفساد سوف تتقبل ذلك بصدر رحب والعكس صحيح. اتمنى ان تستمر هذه بتلتمسها يا استاذ عماد فعلا على الارض الواقع وتحديدا من جهاز الرقابه الاداريه اللي هو القائم النهارده على تنظيم المؤتمر. جهاز الرقابة الإدارية بذل جهود مهمة ومقدرة في حاجات كثيرة جدا، شفنا في فترات كان كل أسبوع تقريبا لا يمر إلا القبض على رئيس حي أو مسؤول حي أو مسؤول هندسي أو في أماكن كثيرة جدا. أتمنى طبعا إن احنا يبقى عندنا كمان خطوة إضافية وهي تعديل التشريعات، لأنه أحيانا مقاومة الفساد هي التي تمنع إنتاج الفاسدين. مهم جدا تبقى الروتين يقل كثيرا حتى لا يتحول إلى ثغرة لدى الفاسدين. بدأنا جهاز الرقابة الإدارية عمل جهد كبير جدا وأتمنى أن يستمر ويتواصل.
اخيرا طلب بقى من حضرتك، يمكن سياده الرئيس النهار في الزياره من اكتر الحاجات اللي لفتت نظري هو مخاطبه العالم الغربي كله متمثل في الشعب الفرنسي ومن خلال المؤتمر الصحفي. هل ممكن بقى بعد دور سياده الرئيس يبقى في دور لمؤسسات الدوله، وبقصد هنا مجلس الشيوخ مثلا يكون لحضرتك، وانا عارف ده ممكن يكون داخل فكره زيارات خارجيه تتحدث مع مجالس نواب مختلفه او تتحدث في مؤتمرات صحفيه للعالم الغربي نقدر بيها نخاطب كل المجتمع الغربي؟ بطبيعه الحال هذا يعني زي ما بيقولوا كده من المعلوم من الحياه بالضروره، انه كل جهه او مؤسسه او وزاره او مجلس عليه دور. يعني رئيس الجمهوريه لا يستطيع وحده ان يفعل كل شيء، لكن بقيه المؤسسات مجلس الشيوخ او مجلس النواب او بقيه لما يعمل دوره الطبيعي هو ده بيساهم في ان المجتمع يبقى اكثر تماسكا. حينما يكون المجتمع اكثر تماسكا يقدر يواجه كل المؤامرات. طبعا في جزء مهم جدا في مثل هذه اللقاءات سواء اللقاءات المباشرة أو اللقاءات أونلاين أو عبر أي شيء، إنك أنت للأسف الشديد أنا قابلت وفود أجنبية كبيرة جدا مع زملاء آخرين في زيارات في الخارج أو في الداخل، عدد كبير جدا لا تصل إليه الحقائق. صحيح. الأساسية مش واصلة، بمعنى إن أنت لما يعني أنا فوجئت إنه بعض الوكالات والمنظمات يقول لك القمع المصري لأبناء سيناء. يا سيدي ابن سيناء، أبناء سيناء على عيننا وراسنا، الناس محترمين وفوق الرأس، لكن هناك قبلة ترفع السلاح على الدولة وتقتل الناس. ده ازاي يتكلم ان هو ده راجل ارهابي بحكم القانون، فبالتالي يعني علي ان اقاومه بكل الطرق القانونية الممكنة. هو لا يصل اليه هذا الامر، او بتوصل بصور مغلوطة، او هو بقى البعض طبعا في جزء للاسف ما يعرفش لانه مش متعمق، مش مطلوب ان هو هيقعد يبحث في تفاصيل كل مشكلة. لكن دوري انا كمصر كاجهزة اعلام كمؤسسات كوزارات ان انا اشرح الصوره بوضوح للخارج حتى تكون لديه المعلومات كامله، وبالتالي يستطيع ان يتخذ. وهنا طلبي من استاذ عماد تحديدا وبرتجز عليه تحديدا، ليه؟ لان هو من الوجوه الموجوده في مجلس الشيوخ القدره على التعبير وعلى نقل الحقائق بصوره مبسطه. يعني ممكن باقي كل الاعضاء ليهم كامل الاحترام، ولكن ما يبقى استاذ عماد الدين حسين وكثير من الزملاء كمان الوجوه الاعلاميه اللي ممكن تقدر تنقل الاحداث بصوره مباشره للمجتمع الغربي تفرق معانا كتير جدا. أنا يعني أشكرك على هذه الثقة أستاذ أحمد، وأعدك أنه سيبذل كل جهدي في هذا المقال. يعني أدواتي هي المقال الذي أكتبه، اللقاءات ما أتحدث به في الإذاعة أو التلفزيون، ثم اللقاءات المباشرة مع بعض المسؤولين نقول لهم هذا الأمر بوضوح. لكن أنا أتصور أنه ده جهد مهم جدا أن تنقل الصورة كاملة. وكمان في هذا النقطة مهم أن يكون لدينا وسيلة إعلام مصرية قادرة على مخاطبة الخارج. أتفق معك تماما. الشديد عدد كبير من هؤلاء المسلمين يتلقون معلوماتهم وانطباعاتهم من بعض وسائل الإعلام التي هي بالضرورة هي متربصة أو معادية أو أحيانا لا جاهلة بما يحدث على الأرض. صحيح. كل الشكر لأستاذنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشوق، نورتنا في راديو 90. تحياتي يا أستاذ أحمد. كل الشكر لك. يعني خدنا صورة كده مبسطة بطريقة وأسلوب مبسط من أستاذ عماد عن أبعاد الزيارة واللقاء اللي عمله اللقاء الصحفي اللي عمله سيادة الرئيس مع الجريدة الفرنسية، بالإضافة لكل النقاط اللي اتكلم فيها سيادة الرئيس. وحاولت أربط بقى اللي سيادة الرئيس بيعمله من حاجتين لفتوا نظري جدا، كيفية مخاطبة المجتمع الغربي سواء المجتمع الفرنسي أو المؤتمر الصحفي اللي تم، والحاجة التانية أربطها بقى باللي بيحصل جوه، لأن وأنا بكلم حضراتكم دلوقتي في مؤتمر دولي هيئة الرقابة الإدارية عاملاه بيحضره رئيس مجلس الوزراء في اليوم العالمي لمكافحة الفساد عشان نقدر نكافح الفساد. بس ما هو مفيش تنمية هتتم من غير مكافحة الفساد، وبنشوف صور كتير الصراحة زي ما أشار ليها أستاذ عماد في مكافحة الفساد داخليا، لأن ده هيفرق كتير جدا في التنمية ويفرق كتير في قناعات وثقة كمان المجتمع المصري.